انا اسمي رشا محمد سيد، وزني 120 كيلو. هعمل عمليه تكميم معده مع دكتور كريم صبري. عرفت دكتور كريم، اتفرجت عليه على قناه دريم، وكنت متابعه الجروب بتاعه والصفحه بتاعته على الفيس، فبعت لهم وراسلتهم وقدرت ان انا اتواصل معاهم وكده. فتحدد لي النهارده معاد عمليه تكميم. طبعا السمنه يعني حاجه مقرفة جدا، يعني اللي بيعيش بيها بتقدم له، بتبقى فيه مشاكل كتيرة وصعوبات، الواحد ما بيبقاش قادر يتحرك كويس في الشغل في البيت. وانا متفائلة خير مع دكتور كريم ان شاء الله، وبإذن الله شوفوني بعد العملية على خير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، مدام رشا 120 كيلو. النهارده هنعمل لها تكميم معده. الالات المستخدمه في جراحات السمنه عموما يعني هي بندخلها خلال فتحات صغيره، خلال بورتات مناظير بالشكل ده، بتبقى يعني فتحات صغيره جدا. الات المنظار احنا بتبقى الات ديليكت جدا، يعني السمك بتاعها صغير جدا، بندخلها خلال بورتات او فتحات المنظار الصغيره دي. الات طبعا بتستخدم لفصل الدهون على المعده. الدباسة الجراحية دي طبعا بتدخل خلال فتحات المنظار الصغيرة، بيبقى فيها انواع الدبابيس المختلفة بالاشكال المختلفة زي دي، الوان مختلفة. يعني ده غيار اخضر بيمشي في المعدة طول 6 سنتي، 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال، وما بينهم بيقص بالنص. الالوان مختلفة طبعا زي اللون البلو ده، في ده دي كوفيديان، دي دباسات طبعا جونسون، هما يعني دول شركتين امريكيتين. ويمكن العمليه بتستغرق من نص ساعه لساعه حسب الوزن، يعني قد تزيد شويه او تقل شويه على حسب وزن المريض. ربما في اوزان فوق ال 200 كيلو، في اوزان صغيره بتبقى 120 110. احنا طبعا بتقعد معانا في اليوم ليله في المستشفى بعد الاجراء العمليه، وبالتالي بتخرج بالسلامه في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكميم المعدة هي عبارة عن الخطوات بتاعتها. اول خطوة احنا بنفصل الدهون دي عن المعدة باستخدام جهاز الليجاشور زي ما احنا شايفين كده، بنفصل بيه الدهون عن المعدة من بداية المعدة من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الواسطة دي، وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعدة حتى نهايتها لحد ما نوصل لفوق خالص عن عضلة المريء الشمال. الليجاشور هو عبارة عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعة امريكية. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة، بيتم إدخال جهاز البوجي إلى داخل المعدة، ده اللي بياخد قطر المعدة. إحنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده، الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو أقصى اليمين. الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي إحنا شايفينه متحدد، ده اللي احنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعدة. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعدة، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعة، ما بنجوعش الا على فترات كبيرة، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبتدي نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الامريكية المستخدمة في يعني عملية التكميم. بنطمن طبعا ان المعدة مش ضيقة على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعدة بالوضع الاتي، وبنبدأ عملية تصغير المعدة الى ان يتم تصغير المعده بشكل كلي الى ان نصل الى نهايه المعده. طبعا طول الدبوس ده حوالي 6 سنتي، اللون بتاعه بيبقى لون اخضر في يعني في اسفل المعده، لان جدار المعده او سمك المعده
طبعا بيبقى يعتبر برضو سميك شويه، وبالتالي الدبابيس اللي هي الاخضر او اللون الاخضر هي دبابيس يعني معده لان هي تشتغل في الانسجه السميكه شويه. دي الطريقه بقى اللي الدباسه بتشتغل بيها، بتدبس 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال. احنا دلوقتي دبسنا والدباسه بتقطع دلوقتي اهوت بالطريقه اللي احنا شايفينها دي اهو. يعني احنا ممكن نقرب شويه بالكاميرا، دول تقريبا دول 3 دبابيس اقصى اليمين واقصى الشمال. الدباسه دبست يمين 3 دبابيس وشمال 3 دبابيس وقصت في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم نحافظ على المسافه اللي بتحرك فيها البوجي او الكالبريشن سيستم بحيث ان هو ياخد شكل المعده المظبوط. نتفادى ان المعده يكون فيها نوع من الضيق او الالتواء ما بعد اجراء العمليه. ده نفس الطريقه بتدبس 3 يمين 3 شمال وبتقطع في النص بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين بيها كده. الكالبريشن سيستم المستخدم يعني من وظايفه طبعا ان هو بياخد شكل مستقيم وبيدينا فكره عن قد ايه الجزء المتبقي من المعده. احنا طبعا اخر دبوس زي ما احنا شايفين كده لازم يستأصل كل اللي هي الفندس او قبه المعده كلها، لان الجزء ده زي ما احنا شايفين كده يعني العضله بتاعته ضعيفه فبيتمدد لو احنا سيبنا جزء كبير منه. كده المعده اتفصلت تماما عن المعده اللي احنا عايزين نشيلها، اتفصلت تماما عن الجزء المتبقي من المعده. هنعمل دلوقتي اختبار تسريب. في احتياطات وجبه طبعا احنا بنعملها زي ما احنا شايفين كده، ده حجم المعده المتبقي. ممكن نرجع بقى بالبوجي شويه، بياخد حجم المعده زي ما احنا شايفين كده بالوضع اللي احنا شايفينه. بعد كده بنحقن المعده ب 50 سم سلاين ملون بحيث ان هو يضغط على الدبابيس بالشكل الحالي زي ما احنا شايفين كده اهو. المعده دلوقتي واخده شكل يعني بالوني شويه اهو بالمنظر ده، بحيث ان هي نستوعب طبعا اذا كان في اي مشاكل في الدبابيس اللي احنا يعني دبسناها منعا للتسريب او وقايه من التسريب. ممكن ندخل بجهاز البوجي تاني. احنا كمان طبعا بنعمل خطوه زياده عن الطبيعي، يعني ان احنا بنقايض الدهون بنعمل طبقه ثانيه فوق الدبابيس ما بعد اجراء العمليه كوقايه لي من التسريب وكوقايه من النزيف. هنوريكم الطريقه اللي احنا بنعمل بيها كده بعد شويه. بعد ما بناخد طبقه ثانيه من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقه ثانيه من يعني التقويه للدبابيس، بنحاول نطلع المعده بالصوره اللي احنا شايفينها دي. وده بيكون شكل المعده بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج. بعد اخذ الطبقه الثانيه من الخياطه ما بعد الدبابيس بنطمن على ضغط العيان، بنطمن مفيش نزيف مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب. بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رشا محمد، عملت عمليه تكميم والحمد لله تمت على خير بفضل الله وبفضل دكتور كريم اللي بتوجه له بالشكر، لانه هو بجد من افضل الدكاتره اللي موجودين في البلد كلها هنا. كفايه يعني ان هم وشهم بشوش بيبسطوا المريض، يعني ما بيحسسوكش ان انت غريب واحد منهم. وانا بشكر دكتور كريم جدا والحمد لله، واي حد نفسه يعمل العمليه يا ريت يتشجع وما يستناش. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مطمنكم على مدام رشا. الحقيقه طبعا احنا عملنا تكميم معده، هي عمليه سهله الهدف منها انقاص الوزن. هي عمليه تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه ليله في المستشفى ما بعد العمليه، يعني خلال 12 ساعه بنكون مروحين بيتنا بالسلامه، نقعد يوم في البيت بعد الخروج يعني، وبعد كده ننزل شغلنا عادي. الحقيقه طبعا ان تكميم المعده هي عمليه فعاله في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه ل يمكن السمنه المفرطه. يمكن كمان عمليه تكميم المعده هي من العمليات قصيره الوقت في الاجراء، بتجرى بالمنظار
الريهابيليتيشن بتاعها برضو احسن يعني يمكن عمليات اخرى. يمكن بعد ساعتين بنبتدي نتمشى، 6 ساعات بنبتدي نشرب، بنخرج في خلال 12 ساعه. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The 6 actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مساء الخير، مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة وساعة هنقضيها مع ماسي دورو جولد. بس خلوني أبدأ في البداية. الحقيقة بتجيلي رسائل كتير جدا على الصفحة بتاعتي من سيدات كتير. معظم الرسائل بتبقى السيدات دي متضايقة من شكلها أو نفسيتها تعبانة أو عندها مشاكل اجتماعية ونفسية بسبب شكلها، وان هي اهملت بنفسها بشكل كبير، والسنين خدتها والعمر خدها وفجأة لقيت عندها مشكلة. يعني انا عايزة اوجه رسالة لكل السيدات دي، يعني ما تهمليش في نفسك ابدا، ما تخليش حاجة. اكيد كلنا عندنا اولويات وعندنا اهتمامات، بس خلي اهتمامك بنفسك في اول الاولويات دي في الاول خالص. لو عندك لستة طويلة قد كده فيها مسؤوليات، خلي اهتمامك بنفسك في اول اولوياتك، لان انت لو اهملتي في نفسك ده هيأثر على كل الحاجات اللي هتيجي بعد كده تحت. هيأثر على حالتك النفسية، هيأثر على بيتك، على ولادك، على عطائك، على ادائك في عملك او في حياتك. فدي مش انانية خالص، دي مش انانية خالص، بالعكس. يعني الست دايما هي اللي بتبقى العمود بتاع البيت او اساس الحياة، فلما تتأثر كل الحياة هتتأثر بشكل كبير جدا. فده اللي انا بقوله لهم في الاول كدعم نفسي ليهم. لكن كدعم مادي بقى، انت لازم فعلا تهتمي بنفسك، لازم تشوفي ايه الجديد وتعمليه. مش شرط انه تكون حاجة فظيعة او مجهدة ليكي، لا، انت تقدري وانت قاعدة في البيت. لو هنتكلم مثلا على ماسي، انت تقدري ان انت تستخدميه وانت قاعدة في البيت، لا هتضطري تروحي الدكتور ولا هتضطري تعملي
عمليات ولا هتضطري تروحي مشاوير. ودايما دايما البساطه بتبقى بتدي جمال للشكل بشكل كبير جدا. احنا النهارده زي ما قلت لكم احنا هنتكلم مع ماسي، بس خلوني ارحب بضيوفي العزيزات اللي معايا في حلقتي النهارده. دكتوره دينا ابو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم، اهلا يا دكتوره. أهلا دينا. اهلا بك يا ام. دكتوره حنان الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم، اهلا يا دكتوره. أهلاً حنان. ودكتوره دينا نجيب احد اعضاء الفريق الطبي في شركه ماسي فارم، يا اهلا يا دكتوره دينا. اهلا. يمكن يا دكاتره يعني انا اتكلمت عن تجارب بعيشها مع المشاهدين او المتابعين بتوعي يوميا، رسائل كتير جدا بتتبعت من سيدات عندهم مشاكل، ويمكن انتوا يعني من خلال اعمالكم في شركه ماسي واحتكاككم المباشر بالناس قدرتوا تحطوا ايديكم على المشاكل دي بشكل كبير، صح ولا غلط؟ صح يا يمنى. يعني اعتقد ان مفيش ست في مصر ما بتعانيش من مشكله واحده من المشاكل اللي ماسي دروجولد بيعالجها. كلنا عندنا عيوب في بشرتنا. ماسي دروجولد حقق ليه نجاح كبير قوي، حقق انتشار كبير قوي لانه ارضى كل الستات، ارضى رجال ايضا. يعني ايه المشاكل اللي بتقرقنا؟ لو احنا بصينا في المرايه شفنا شويه هالات سودا، نفسيتنا بتتدمر، بنتضايق، نحس ان احنا ما عندناش نضاره في بشرتنا. حتى لو الست جميله، الجمال ما بيكتملش غير بنضاره في البشر. يعني ممكن تبقى البنت او السيده ما يبقاش عندها المقاييس العالميه في الجمال، بس تفضلي طول الوقت تقولي الله وش، يعني بتحبي تبصي الوش. انا عندي حاجه، انا ما فيش واحده وحشه، ما فيش ست تتقال عليها ان هي وحشه. انت في ايديكي انك تحلي نفسك بشكل كبير جدا، ويبقى عندك قبول، ويبقى عندك كاريزما، وتبقي مختلفه. صح. حتى لو ملامحك رقيقه او عاديه او مش صارخه الجمال. صح. تقدري تبقي متميزه ومختلفه في اي مكان تروحيه بحاجات بسيطه انت تعمليها غيرك ما يعرفش يعملها. صح. فماسي من الحاجات اللي اي واحده بتستخدمه بيخليها مختلفه عن اي واحده. طبعا. ازاي يقدر ماسي دروجولد يخلي اي ست مختلفه عن اي واحده تانية ما بتستخدمش ماسي دروجولد؟ لان ماسي دروجولد الوحيد، الكريم الوحيد اللي بيقدر يدي نتيجه من اول دهنه. نتيجه ماسي دروجولد من اول دهنه بيدي نضاره تحفه. اي حد بيستخدم ماسي دروجولد بيحس بشويه سخونيه، شويه لسعان بسيط في بشرته. ده كل مره ولا اول مره؟ كل مره. كل مره وانس ان ماسي لمس البشره بتحسي بشويه لسعان في بشرتك. اول ما بتبصي في المرايه بتشوفي خدودك كلها ورديه، كلها بينك. بتحسي بنضاره تحفه، بتحسي بنعومه في البشره. فطبعا الكريم الوحيد بيدي النتيجه دي من اول دهنه هو كريم ماسي دروجولد. ايه اللي بيعمل السخونيه البسيطه؟ الذهب. الذهب بينشط الدوره الدمويه جدا. الذهب كمان بيقدر يشتغل على الميلانين، فبيقدر يقلل افراز الميلانين لو في بقع او في هالات سوداء او في كلف. طبعا ماسي دروجولد المنتج الاقوى في علاج التجاعيد. عشان كده ماسي دروجولد مختلف، ويقدر يخلي اي ست بتستخدم ماسي دروجولد واثقه جدا في شكلها، واثقه في كاريزمتها. فمهم قوي ان اي ست تحس ان هي ليها كاريزما مختلفه عن اي ست تانية. هي الثقه دي مهمه جدا، لما تبقى الواحده واثقه في نفسها. بتنقل الاحساس ده، انها جميله بتنقل. على فكره وانها جميله بتنقله للمحيطين بيها. طبعا هي ما بتقولش، هي مش هتمشي تقول انا واثقه في نفسي، انا جميله، انا لا انا لا محدش يعني اللي بتقول مش هتقول كده. انا بقول لك يعني الاحساس الداخلي بيتنقل، الطاقه بتتنقل من شخص لشخص. طبعا. فهماني؟ طبعا. فالثقه دي مهمه جدا، انك تبقي واثقه في نفسك وعارفه ان انت شكلك حلو وراضيه، راضيه عن شكلك بنسبه كبيره، لانه الرضا ده نعمه من عند ربنا. نعمة. بجد نعمه، راضيه عن شكلك بنسبه كبيره. دكتوره حنان، ماسي الشعار بتاعه ان انت لما تستخدميه شكلك هيصغر 10 سنين. مظبوط. صح. الموضوع ده عامل قلبان جامد قوي. عامل قلبان طبعا طبعا يا يمنى، لان احنا دايما بنقول ان ماسي دروجولد هو كورس علاجي تجميلي للبشره لمده 6 شهور. ازاي بيقدر يصغر في شكل البشره 10 سنين شكليا؟ بنقول ان ماسي دروجولد بيحتوي على 56 مكون، منهم اكتر من 10 مكونات يا يمنى بيشتغلوا على كافه التجاعيد. دايما بنقول يعني بصي خلينا نتخيل رسمه كده تخيليه، ان ماسي دروجولد بيعمل حاجتين، بيشتغل كفه زي كفتين الميزان كده، كفه للتجاعيد، ودي مشكله كبيره جدا بتواجه يمكن حتى كمان اصحاب السن الصغير، يعني طبعا. مش بيكتفي دلوقتي التجاعيد والخطوط التعبيريه وعلامات التقدم في السن، في السن الكبير بيظهر دلوقتي في العشرينات بيظهر بدايه تجاعيد، فهو بيشتغل على التجاعيد في المرتبه الاولى او الكفه الاولى. الكفه الثانيه اللي هي كفه الميزان الثانيه بيشتغل على السكس اكشنز، او بنسميها الست استخدامات لماسي دروجول، اللي هو بنسميها ما بين قوسين كده عيوب البشره. عيوب البشره دي زي ايه؟ زي الكلف، زي النمش، زي الهالات السوداء، زي
التصبغات الجلدية وزي شحوب الوجه. يعني شحوب الوجه ان انا يعني المشاكل اللي انا قلتها دي كانت كلها مشاكل الكلف مشكلة، انما مش مشكلة التصبغات الجلدية او الغمقان مشكلة، الهالات السوداء مشكلة. شحوب الوجه ممكن ما تبانش الناس ان هي مشكلة، بس هي في الحقيقة مشكلة جامدة جدا. بس قبل وبعد بتبان؟ بتبان يعني بالزبط. لو واحدة صورت نفسها في المراية كده قبل ماسي وهي ما عندهاش حاجه، وبعد ماسي لا انت هتحسي بالفرق فعلا. هو بتبصي لوشي مثلا، انا مثلا عندي شحوب، انت بتبصي لوشي مش لاقيه لي مثلا اثار حب شباب، مش لاقيه هالات سوداء، مش لاقيه كلف، مش لاقيه نمش، بس وشي مخطوف مش باين فيه نضاره وحيويه. فماسي درجولد بيقدر يعمل شغل حلو جدا مع المشكله دي، انه بيديني نضاره وحيويه لبشرتي، فتبان بشرتي مشرقه ما تبانش فيها تعب. عشان كده دايما ده السر اللي بنقول دايما بعد استخدام ماسي درجولد لمده 6 شهور انا ما بستخدمش ميك اب. ليه؟ لان انا بعالج عيوب البشره، انا ما ببقاش عايزه الميك اب دايما بيداري اي عيوب او ديفوهات. فانا لو بشرتي 100% بيرفكت فمش هحتاج ان انا استخدم ميك اب. ففعلا بعد 6 شهور بعالج كل العيوب، بعالج التجاعيد، فببقى في غنى تام ان انا استخدم الميك اب. يمكن هو ده اللي هيخلي شكلنا يصغر 10 سنين، لانه أكيد. المشاكل دي بتعجز أكيد. بتكبر، بتدي هم، بتدي عمر صح. زياده عن العمر أكيد. فهي الفكره بقى جت من كده انك طبعا. انت هتداري عيوب بشرتك فبالتالي او هتعالجي عيوب بشرتك فبالتالي انت شكلك هيبقى اصغر. مظبوط. هي فعلا احنا ازاي هنبدو اصغر 10 سنين بمكونات ماسي، مكونات ماسي دورو جولد بجد بجد يا يمنى يونيك. مفيش حد يعني مفيش منتج في العالم فيه 56 عنصر قدروا يشتغلوا على كل مشاكل البشره. احنا اتكلمنا عن مشاكل البشره وان احنا ناس كتير بتستخدم الميك اب ان هي تداري العيوب ومش عارف ايه. طيب انا عايز اعالج، انا عايز ابتدي اعالج وشي، عايز ابتدي احس ان انا وشي شكله شبابي بمعنى الكلمه، انا عايز احس ان انا وشي خلاص انا 40 سنه عندي 50 سنه عندي 60 سنه، لا وشي يفضل صغير زي ما هو. وهو المشكله يعني الفكره في مش هداري بالظبط انه عالج لانه طبعا. هيجي عليا وقت مش هقدر مش هعرف اداري يعني طبعا. في اوقات ما ينفعش يتحط فيها ميك اب مثلا يعني مش جو ميك اب او مش وقت ميك اب او فهيبان بقى كل الحاجات. فالفكره ان انا مش هقعد اداري لحد امتى. انا عالج بقى اعالج بالظبط من خلال ماسي دورو جولد 56 عنصر منهم الجولد بارتكلز، الكافيار، السيرامايدز، كل عنصر من عناصر ماسي دورو جولد بيشتغل على مشكله، ومنهم اللي بيشتغل على كذا مشكله كمان. يعني الجولد بارتكلز اللي احنا بنعتمد عليها في ماسي دورو جولد اللي هي جزيئات ذهب، انا ما بعتمدش على ميه ذهب او ماسك ذهب، حته ذهب يعني جزيئات ذهب بارت بنقول حته ذهب بالظبط كده. فحته الذهب دي طبعا بتشتغل على حاجات كتير منها التجاعيد، التفتيح البشره، ازاي ان هي تساعد على كمان تنشيط الدوره الدمويه للبشره. الكافيار دلوقتي احنا بنتكلم عليه كتير جدا وناس كتير قوي عارفه انه ممكن بيتعمل منه يعني كريم لوحده، كريم الكافيار بتستخدمه لوحده، لان الكافيار فيه فايده عاليه جدا جدا. اولا هو غني بالاملاح المعدنيه اللي احنا بنسميها المينرال سولتس، فدي بتساعد اولا على النضاره، نضاره عاليه جدا للبشره. احنا بنسمي الكافيار ان هو وايتنينج ايجنت، يعني عامل تفتيح بيساعد على تفتيح البشره طبعا بيساعد على تفتيح البشرة، ان البشرة ترجع للون الطبيعي بتاعها ويوحد تماما اللون البشرة. ده الكافيار. السيرامايدز، السيرامايدز دي مادة برضو مهمة جدا جدا ان هي بتساعد على ترطيب البشرة، وكل ما بنساعد يا جماعة على ترطيب البشرة كل ده ما بيأخر معايا تماما ظهور علامات التقدم في السن. انا عايز ابص في المرايه احس ان انا ما عنديش اي مشاكل، ولا تجاعيد، ولا خطوط تعبيريه، ولا هالات سوداء، ولا بقع وتصبغات. انا وبالذات التجاعيد انا مش قادر استحمل ان انا يحصل مثلا انا في يوم من الايام هشوف كرمشه في وشي. طيب طبعا السيرم الفكره في كده ان انا احافظ على رطوبه بشرتي. رطوبه البشره دي بان انت بتشربي ميه كتير ولازم تستخدمي كريمات طبعا فيها ترطيب عالي جدا. ماسي وفر لك على فكره كل حاجه، انت ماسي بتستخدميه بيغنيكي عن كل ما تتخيليه. يعني هو الفكره كانت زمان مش زمان قوي يعني ان انت بتجيبي ست بقى كده مجموعه شويه حلوين كده تحطيهم قدامك وتقعدي تقولي احط ايه بقى دلوقتي، طب ده وقت ايه، وتحتسي بقى ومتبقيش عارفه تحطي امتى فين ولا فين ازاي طبعا. ولا الدنيا تتدربك صح. وفي ناس اصلا خلقها ضيق ما بتتحملش يعني لا ممكن يوم يومين ماشي وناس بتنسى وناس بتكسل
فهي الفكرة ان هو حاجة واحدة، ازازة واحدة، علبة واحدة، خلتنا نستغنى عن خمس ست حاجات كنا بنستخدمها. صح طبعا. مظبوط ده اكيد. فعلا زي ما قلت يا يمنى، قبل ما ماسي دروجولد ينزل الماركت بتلاقي بروح لواحدة صاحبتي الاقي حاطه 7-8 كريمات، قولها يا بنتي انت عندك وقت لكل ده؟ انا ما كنتش بحط خالص، يعني انا ممكن احط دي كريم وخلاص، هو كريم واحد. لكن فعلا مع ماسي دروجولد لما اول ما نزل الماركت غنى عن كل الكريمات دي في منتج واحد. ازاي؟ لان ماسي دروجولد الوحيد هتلاقي فيه 56 مكون، مش ممكن منتج في العالم هتلاقي فيه مجمع اهم العناصر. مكتوبين يا دكتوره دينا كلهم صح؟ كلهم على العلبه طبعاً. مكتوبين في كل حته، عايز اقول لك يعني مكتوبين وعلى الازازه وعلى الازازه من جوه، بس هي عشان دي لسه جديده فمش بفتح الاسف. مكتوبين هنا كل الانجريدينتس. بتحترموه قوي انتوا طبعا. وبعدين انا لابسه النهارده نفس يعني اللون، يعني لابسه اسود في ذهبي مس ماسي دروجولد يعني. فطبعا منتج فخم جدا، منتج اتعمل كله في ايطاليا، مستورد من ايطاليا. كلنا عارفين ان ايطاليا مشهوره جدا بالكوزماتكس، مشهوره بعالم التجميل. طبعا مكتوب 6 اكشنز موجودين على العلبه، يعني كل مشاكل علامات التقدم في السن ماسي دروجولد يقدر يعالجها. طبعا ماسي دروجولد كله مكتوب بالانجلش، فعشان كده والدهب 23 مكتوب برده عليه، مكتوب 23 كارت اخر سطر. طبعا 6 اكشنز انتي رينكل، يعني ماسي دروجولد يقدر يحارب ويقاوم التجاعيد. انتي ايج، محارب لشيخوخه البشره. ازاي يقدر يحارب شيخوخه البشره؟ بيحتوي على مضادات اكسده. وايتنينج، بيفتح البشره، يقدر يعالج هالات سودا، نمش، بقع، كلف. نورشينج، يعني بيعمل نضاره من اول دهنه. وموسترايزنج، بيعمل رطوبه عاليه قوي. وكمان فيس لافتنج، ماسي دروجولد بيقدر كمان يشد الجلد. يعني بيعالج التجاعيد وبيشد الجلد. طبعا بيعالج التجاعيد ازاي؟ لان ماسي دروجولد بيحتوي على الهيلارونيك اسيد، دي ماده الفيلر، تقدر تعالج التجاعيد. الكولاجين كمان، ماسي دروجولد بيحتوي على كولاجين بكميه كبيره جدا، بيقدر الكولاجين كمان يحارب التجاعيد. وبيحتوي على الاسيتال هيكسا بيبتايد، ده مش بوتوكس، ده بوتوكس لايك اكشن، بيقدر كمان يعالج التجاعيد. الذهب والكافيار، الذهب مقاوم للتجاعيد من الدرجه الاولى. الكافيار كلنا عارفين ان خير البحر كله في الكافيار، الكافيار كله معادن، كله احماض امينيه، امينو اسيدز، انتي اوكسيدنت. الكافيار مهم جدا، ومحدش يقول انا مش هستخدم ماسي دروجولد. بقول كده لما بيتاكل بيدي طاقه طبعا، يعني لما بيتاكل لوحده بيدي للجسم عامه، للجسم عامه. تخيل انت بتحطيه دايركت على بشرتك. فماسي دروجولد فيه كافيار بكميه عاليه قوي، والكولاجين اللي فيه مطحون. يمكن ناس كتير عارفه ان الكولاجين لارج موليكيول، فبقول لك كولاجين مش البشره مش هتمتصه، ده سمعته كتير من عملاء عندي. لا عندهم خبره فظيعه، وعي جدا طبعا. وعلى فكره دلوقتي الانترنت وجوجل والسيرش يقدر يعرف كل الانجليز، يعني لو اي حد عنده ماسي دروجولد يبص على الانجريدينتس ويكتب الانجريدينتس دي على جوجل سيرش، هيشوف قد ايه فعلا ماسي دروجولد منتج قوي وغني بكل المواد وكل العناصر اللي فعلا محتاجها البشره. الكافيار طبعا انتي رينكل من الدرجه الاولى، بيعالج التجاعيد. وكمان الكافيار عنصر اساسي للوايتنينج. يمكن كتير ستات في اوروبا دلوقتي استغنوا عن الميك اب وبيحطوا ماسكات كافيار. عندك هوليوود ستارز كتير، من انجلينا جولي، من باريس هيلتون، اصرحوا ان هو بيحطوا كافيار. وده ناس تقول لك هم بيعملوا ايه، هم ازاي حلوين كده؟ انت عارفه بيطلعوا في افلامهم من غير اي حاجه. صح، جرأه غير طبيعيه، والجرأه دي ما تتعملش الا اذا كانت واحده حلوه اصلا او بشرتها ما فيهاش مشاكل وعندها نضاره. يعني فدي بيستخدموا حاجات مخصوص لبشرتهم. طبعا طبعا اقروا هم. على فكره الاجانب مش بيتكسفوا، يقول لك انا بحط كريم تجميل، بحط كافيار، بحط ذهب. لكن ماسي الحلو اللي فيه انك انت مش محتاجه تجيبي كريم كافيار، كريم ذهب، كريم كولاجين، كريم سيراميد، انت اختصرتي كل المواد دي في كريم واحد. طب ممكن يقول لك طب ماسي دروجولد الذهب اللي فيه اتقل، هو فيه مواد يخليه سسبنشن، يعني مع كل ضغطه بتتوزع متوزعه. يعني محدش يقول لا ده الذهب بارتكلز فممكن يتركن تحت، لا. انت مع كل ضغطه بتشوفي ذهب، مع كل ضغطه في كولاجين، مع كل ضغطه. فدي طبعا سر تركيبه ماسي دروجولد اللي مش موجوده في اي منتج تاني. ماسي دروجولد اتعمل بسر تركيبه اتعملت في 6 سنين. شركه ماسي فارم ما استعجلتش انها تنزله في الماركت. شركه ماسي فارم قعدت رايحه جايه على ايطاليا 6 سنين عشان تطلع منتج، يعني يمكن من اول سنه عملت منتج وعملوا تستات عليه على جميع انواع البشره. رجعوا السنه الثانيه عملوا منتج، عملوا تستات، لغايه ما وصلوا السنه السادسه قال لك ماسي دروجولد هو ده از ذا بيست، وبعد كده نزلوه للماركت.
يمكن اعتمدتوا على تقنية النانو. ودي من أحدث التقنيات العالمية المعروفة في عالم التجميل يعني. إنه هي تقنية جديدة. فقولي لنا يعني ايه بقى تقنيه نانو وازاي استخدمتوها في ماسي؟ تمام. هو فعلا احنا دايما بنقول يا يمنى ان ماسي دروجولد معمول بتقنيه النانو تكنولوجي او النانو تكنولوجي سيستم. النانو دي بتخلي ماسي دروجولد يصلح لجميع انواع البشره. في اصحاب البشره الدهنيه يقول لك احنا ما بنحبش نحط كريم على بشرتنا ان احنا بشرتنا اصلا دهنيه، فبنقول لهم ان ماسي دروجولد امن جدا وفعال جدا مع اصحاب البشره الدهنيه لانه سريع الامتصاص. يعني عمره ما هتحطي ماسي ويفضل على جلدك، لا، هيمتصوا الجلد بسرعه جدا لانه معمول بتقنيه النانو تكنولوجي. عايزين نعرف تقنيه النانو تكنولوجي دي عباره عن ايه. ال 56 مكون اللي موجودين في ماسي مطحونين كويس قوي، فمطحونين كويس قوي بيخلوا الجلد يمتص ماسي دور جلد بسرعه جدا، بيدي اعلى فعاليه، الاستفاده بتاعته بتبقى بنسبه 100%. ليه؟ لانه معمول بتقنيه النانو فبتخلي الجلد يمتصه بسرعه لان المكونات بتاعته مفرومه، فتخلي الجلد يمتص ال 56 نعمه، فتسهل على الجلد الامتصاص بفعاليه اكبر بنسبه 100%. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. على سيرة الكلام اللي كنا بنقوله انه في ستات كتير قوي تلاقي الكلمة بتاعتها اليومين دول او الحاجة اللي يعني معلقة معاها قوي تقولك انا حاسة ان شكلي كبر، حاسة اني عجزت، انا حاسة في الكام سنة الاخيرة ان شكلي اتغير خالص، ده انا ما كنتش كده، انا كنت حاجة تانية خالص وفي الثلاث اربع سنين الاخرانيين شكلي اختلف بشكل كبير. بتسمعوا الحاجات دي كتير. يعني بتسمعوها كتير حتى مش شرط من في خلال شغلكم، يعني انت بتسمعيها من صحباتك مثلا، من ناس معارف واصحابي وخالاتي بالذات اللي هم مثلا يعني السن الكبير شويه مره واحده بيتفاجئوا اللي هو ايه ده، هو ايه اللي حصل ده، ولا العمر عدى كده فبالتالي يعني بيحسوا فاهمه ان هو ايه صدمه اتصدموا وان فعلا العمر بيجري.
طيب ازاي احس ان انا عمري ما بيجريش بيا، او ان انا احس ان انا على طول فاهمه ما لاحظش علامات العجز او علامات التقدم؟ يعني ما تبقاش داخله هجمه شرسه قوي كده، يعني تيجي في اللطيف كده كده كلنا يعني كده، بس كلنا بنكبر. ما نبقاش بقى مره واحده كده نتصدم، دي بتبقى بالزبط. صدمه نفسيه فظيعه. بس بالزبط. والله يا يمنى انا مقتنعه تماما ان السن ده مجرد رقم، يعني انا رقمي مثلا في كذا، لكن في ناس بالعكس، في ناس ستينات وسبعينات تحسي ان روحهم نفسها ولا عشرينات. انت ما بتشوفيش بعض وناس عشرينات تلاقيهم معجزين من جوه، يعني بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي تلاقيهم بيشيروا صور لسيدات عندها 80 سنه ولا مثلا تقول لك ايه جدا مثلا بيحضر. تقول لك دي عندها 80 سنه واحنا قاعدين مش عارفه ايه، وتلاقي ما شاء الله فعلا مش باين عليها السن خالص. صح. صح. يعني في جده بتبقى مع حفيدها ومنزلين الصوره بيفتكروهم ان هم مثلا صحاب او اخوات او ناس. تقول لك ازاي بس هو احساس لطيف طبعا جدا، يعني حاجه لطيفه جدا لما الواحد يبقى شكله يبان فعلا صغير، يبان صغير. يعني الناس تديله سن اصغر، دي متعه في حد ذاتها. اكيد هي نعمه من عند ربنا، وربنا الحمد لله يعني برضو موفر لنا حاجات ازاي ان احنا نقدر نحافظ على النعمة دي، وان احنا ما نهدرهاش بسهولة. يعني في ناس يعني لا بسهولة ممكن يظهر عندها تجاعيد، بسهولة يظهر عندها علامات تقدم السن، البقع، التصبغات. طيب احنا ازاي الفكرة ان انا احافظ على بشرتي؟ الفكرة ان انا يا جماعة لازم نهتم ببشرتنا. الاهتمام مش انه مش يعني ما شاء الله انا رباني حلوه يعني الحمد لله طبعا على كل حال، بس الفكره ان انا لازم اهتم في يوم من الايام مع عوامل كتير، الشمس، نزول الشغل، خسيتي، تخنتي، خلفتي، جالك ستريس، يعني واحده تبقى زي القمر مثلا حصل لها مشكله تلاقيها اتطفت، يعني تلاقيها ما في، يعني تقولي لها يعني اكنها فعلا كبر. انت مالك، ايه اللي حصل لك؟ انت بتسمعي مش حاجه مضمونه. بتسمعي الكلمه دي كتير يا دكتوره دينا؟ كلمه اللي هو انا حاسه ان انا في الكام سنه الاخيره طبعا كبرت عجزت. طبعا بس ودي فعلا يا يمنى بتدي عدم ثقه رهيبه، بشوفها كتير مع صحابي وبشوفها مع بنات صغيره. طب البنت الصغيره دي هتقول لك انا في الكام سنه كبرت ليه؟ لا، انت عندك بنات صغيره كتير ما بيهتموش ببشرتهم، ما بيهتموش باكلهم الصحي، بيشربوا شيشه. انا بشوف بنات عيال صغيرين بيشربوا شيشه كدا. شيشه كارثه كارثه، السموكينج، التدخين. وممكن تبقى فعلا عندها مشاكل نفسيه مؤثره طالعه على وشها. فطبعا بسمع الكلام ده كتير وبزعل ان 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 لازم تلحق نفسها في وقت. لو سبتي نفسك من وانت صغيره للسن بتكر كده في وقت، خلاص في وقت فعلا بعد فتره بيبقى بتاخدي وقت طويل جدا عشان ترجعي زي الاول، ممكن بيبقى حاجه صعبه فعلا. فطبعا لازم مع ماسي دور جولد من سن صغير نبتدي نعتني بنفسنا. لازم اقول ان احنا كلنا عندنا مشاكل، مفيش حد ما بيخلوش من مشاكل، يعني ربنا خلقنا كلنا بنشقى وبنتعب. مهم قوي ان احنا نبقى بوزيتيف انرجي ويبقى في طاقه ايجابيه مع وكمان مع ماسي دور جولد فعلا بتلاقي نتيجه مبهره. بلاقي مثلا عندي عميله بتكلمني وتعيط بتقول لي جوزها على طول يشوف المذاعات او وات ايفر في التلفزيون، يقول لها شايفه منوره ازاي، شايفه مالهاش دعوه ما حدش يجيب سيره المذاعات احنا قاعدين ما بنعملش وات ايفر لو شخصيه عامه. فهي بتقول لي انا زعلانه، انا ليه ما بيشوفنيش حلوه زي اللي الستات اللي بتطلع في التلفزيون. اخذت ماسي مش قادره اقول لك، فجوزها بيقول لها انت متغيره. يعني هي بتقولي انا مش هقول له وانا معاكي يا دكتوره دينا. هي على فكره انا العملاء اصحابي وكتير بيقولوا لي يا دينا دلوقتي، ما بقوليش يا دكتوره دينا، فبقولي يا دينا ابصي انا هاخد المنتج ومش هقول له وهحطه بعد وهشوف هيلاحظ ده خير اختبار. ده خير اختبار لماسي. بتقول لي يا دينا ما بقاش ينزل بقى من البيت فرح، بيقولها ايه ده شكلك فرحان بقى قمر. ففعلا انا بتبسط قوي من النتيجه. يعني احنا اتكلمنا كتير على ماسي، بس انا انبساطي الاكبر لما بشوف النتيجه فعليه مع العملاء بتوعي. بتلاقيني طايره لان انا فعلا اجتهدت وقعدت 3 سنين في ماسي، وقبل 3 سنين 6 سنين ابحاث، لكن كنت عايزه اشوف ده على الارض الواقع. مش قادره اقول لك اكتر وقت بتبسط فيه لما الاقي العملاء مبسوطين وطايرين. وكمان مش بس ستات يا يمنى، عندك رجال كتير. يمكن زمان ثقافه الفيلرز والبوتوكس وكريمات التجميل مش موجوده عند رجال كتير، دلوقتي الزمن تطور والدنيا اتطورت وبقت الرجال معتنيه ببشرتهم وفنانين. يقول لك لا انا بمثل مش عايز يبقى عندي هالات سودا، ده فعلا وزملائي اعرفهم
استخدموا ماسي دروجولد فبيقولوا لي لا عمل نتيجه مبهره. انت عارفه ان حتى في رجال كتير بيمثلوا بيحطوا ميك اب فمع ماسي ادالهم النضاره اللي هو اللي هم عايزينهم. زي مثلا هوليوود ستارز لما قلتي بيمثلوا غسلين وشهم، بتفتكري كده حتى هم حاطين في الميك اب هو وشهم مورد لان هم عندهم حد بس للوش مخصوص. للبشره حد للاكل حد احنا ما بنقولش احنا اعملوا كده يعني ما بنقولش هاتوا لكم حد لا ده كده تبقى الدنيا تبوظ بس ايه يعني يعني أيوه. الستات عايزاها انا عايزاها تدلع نفسها طبعًا. شوي مهم يعني مهم. خاصه لو جوزك شايف نفسه ها يعني نصيحه يعني اخوي لو جوزك شايف نفسه يعني انت كمان لازم تشوفي طبعًا. نفسك حبتين ثلاثه مش صح؟ احنا ما بنقولش مجهود جبار يعني احنا بنقول انك تستخدمي كريمات. على فكره معظم دكاتره الجلديه بينصحوا بكريمات الانتي ايج من سن 25 فانا مش بقول مجهود جبار انك تجيبي 50 كريم وتحطي ويبقى عندك هوس من تقدم في السن. ماسي دروجولد اختصر كل الكريمات دي في عبوه واحده. وعايزه اطمن كل الساده الجمهور ان ماسي دروجولد كان ناس كتيره حاجزه ونفسها تحصل عليه والحمد لله وصلت الشحنه من ايطاليا وكل الناس اللي بتتفرج علينا تقدر تحصل على ماسي دروجولد يعني من سن بدري ده جيد جدا طبعا مش حاجه مزعجه لبعض المامهات لما بنتها مثلا تيجي تقول لها عاوزه تقول لها ايه يا بنتي في ايه انت لسه صغيره تستخدمي ايه وتعملي ايه والحاجات دي سيبيها لي انا والكلام يعني ده صح طبعا هو ده صح مظبوط يعني لانه فتره المراهقه دي بتمشي ووراها مخلفات بتبقى صح. بقى الوش الهالات السوداء وحب اثار حبوب الشباب فلازم من سن مثلا نقول 20 مثلا سنه نبدا ان احنا نستخدم خاصه انه ملوش اي ضرر انه لو استخدمناه بدري بالعكس مظبوط من سن 18 سنه كمان يا يمنى لان فعلا زي ما انت بتقولي تين ايجر بيريد او مرحله او فتره المراهقه بيبقى فيها مشاكل كتيره جدا. في بعض المشاكل بتظهر متاخره زي الكلف او النمش الهالات السوداء اثار حب الشباب كل دي مشاكل بتظهر في السن الصغير فبنقول دايما ان ماسي دروجول بنستخدمه من سن 18 سنه ودايما بنكرر وبنقول ان اي مشكله يا جماعه بنحل فأولها بتبقى أسهل بكتير من لما بنستنى فترة طويلة ونحلها فالنتيجة بتظهر أحسن أول ما بستخدم وبهتم ببشرتي من البداية أو من سن ال 18 سنة زي ما قلنا طبعا ما يمنعش أن سن السن مثلا 20 30ات 40ات كل فما فوق إيه بيبقى في عندك الستينات سبعينات تمانينات ممتاز أنا عايزة أقولك إحنا في عندنا عملاء كتيرة جدا جدا في الستينات والسبعينات وبيجيب معاها نتيجة مش عايزة أقولك فوق الممتازة يا يمنى ففعلا لأن الوش بيبقى مليان في الفترة دي تجاعيد علامات تقدم في السن ترهل وزي ما قلنا ان ماسي دروجولد بيعمل على شد الوجه اللي هو الفيس ليفتنج كمان مضاد للشيخوخه وعلامات التقدم في السن وكمان التجاعيد فدي بتبقى بيدي نتيجه هايله جدا جدا بتصل ل 100% مع استخدام الكورس كامل اللي هو 6 شهور وممكن ساعات بيوصل لسنه يعني علبتين ماسي دروجولد بيحل تماما مشكله التجاعيد وعلامات التقدم في السن. طب يا دكتوره دينا الناس اللي بتحقن بوتوكس وفيلر بتسأل دايما هل ماسي بيتعارض مع حقن البوتوكس والفيلر؟ هو لا يتعارض تماما. احنا لو بدأنا بفئة دلوقتي الناس اللي عايزة تعمل فيلر وبوتوكس الفيلر والبوتوكس انا حلو جدا ان انا استخدم ماسي دورو جولد مع حقن الفيلر والبوتوكس. طب ليه؟ لان هو بيعزز مدة الحقن. الحقن مثلا بيقعد معايا 6 شهور مع استخدامي الماسي دورو جولد بحطه كل يوم بيعزز مدة الحقن ويقعد معايا فترة اطول. كمان في حاجة مهمة قوي أنا مثلا مادة الفيلر اللي بتتحقن دي اسمها هايلورونيك أسيد دي المادة اللي بتتحقن أنا في ماسي دورو جولد أنا أصلا عندي أوريدي الهايلورونيك أسيد موجود فيه هي المادة موجودة في ماسي دورو جولد فاستخدامي اليومي أن أنا أحط الماسي دورو جولد بطريقة لوكالايزد على الوش أنا بستفيد برضو يا يوم يعني أنت مثلا بتحقني الفيلر مرة واحدة بالظبط لكن انت كل يوم مش معنى كده ان الوش هو مش فيه الفيلر اللي هو بيعمل هو مش بيقول ان هو بيعمل انتفاخ او بيعمل او يورم لا خالص الفكره ان الهايلورونيك اسيد بيساعد على نضاره البشره لما بيعمل نضاره عاليه جدا بتشوفي البشره اكنها ما فيهاش اي خطوط تعبيريه مشدوده ما فيهاش اي اللي هي اللي احنا بنقول عليها الفيشل اكسبريشن اللي هي الخطوط الرفيعه فبيخفيها تماما فانا استخدامي ان انا اعمل حقن
هايلورونيك اسيد وهحط مثلا معاه ماسي دورو جولد يوميا، انا طبعا بستفيد. انا يعني تخيلي انا ده بيلحقني بيقعد 6 شهور، لا انا ممكن اقعد مده اكبر بكتير من 6 شهور 8 شهور 9 شهور. فهستفيد طبعا ان هو يعزز لي تماما الفيلر والبوتوكس. طب الناس اللي مش حابه انها تعمل فيلر وبوتوكس او فكره الحقن بتخوف، يعني ان انا هحقن حاجه في وشي، في ناس بتخاف. طيب هي ما بتخوفش بس في ناس ما بتحبهاش، في ناس ما بتحبهاش او ما تقدرش انها تعملها. فميسي دورو جولد هيغنيكي تماما عن الفيلر والبوتوكس. طبعا بنتكلم على التجاعيد السطحيه والخطوط التعبيريه. لو التجاعيد عميقه شويه ممكن اقرر ماسي لمده سنه، لان انا علبه ماسي الواحده بتقعد 6 شهور. فانا تجاعيد سطحيه او خطوط تعبيريه لمده 6 شهور كافيه جدا. لو التجاعيد عميقه شويه هستخدم ماسي مرة كمان، يعني 6 شهور كمان كده أنا استخدمته سنة. فهيتخلص معايا تماما التجاعيد العميقة شوية. فحلو أن أنا أستخدمه مع الفيلر والبوتوكس، أو طبعا الناس اللي مش حابة أنها تحقن تستخدمه، وبالعكس هيسهل عليها حاجات كتير. أنا بس بقى مش هعالج فكرة فيلر وبوتوكس، لا ده انا هعالج مشاكل كتير بقى معايا تانية. لو انا عندي مشكلة في الغمقان، عندي مثلا بقع وتصبغات، لو انا عندي مشكلة في الهالات السوداء اللي بتظهر تحت العين هيعالجها ماسي دورو جولد. لو انا عندي مشاكل مثلا كلف او النمش اللي بيظهر، مثلا الكلف اللي بيظهر في فترة الحمل او النمش ممكن بيدخل علينا في فترة الصيف. أيوة. فاستخدامي الماسي دورو جولد مش بس زي فيلر وبوتوكس، لا ده انا بعالج كل مشاكل البشره يوم. وازاي ان انا فعلا بعد كده هستفيد ان انا هبدو اصغر 10 سنين. مظبوط. ده الشعار بتاعنا او ده اللي احنا عايزين نوصل له من استخدام ماسي دورو جولد. طب دكتوره دينا، في ناس كتير يمكن بتكرر نفس السؤال اللي هو طب انا عندي مثلا مشكله، عندي مثلا هنا غامق، او عندي يعني مثلا هنا، او عندي كرمشه هنا، الناس دي تحط على المنطقه اللي فيها مشكله بس ولا لا يتوزع؟ انا انصح ان احنا نحط على كله، نركز في المنطقه دي. يعني فعلا في بنات عندها مشكله، واحده صاحبتي كنت لسه في الساحل عندها مشكله هنا سمار اغمق من وشها. فانا هي تركز، بس انا انصح بالوش كله. يعني انت مش بس تعالجي المشكله، مش بس تحطي هو مش مضاد حيوي انا احطه على المنطقه وخلاص، لا انت بتجملي، بتجملي نفسك، بتنشطي الدوره الدمويه في وشك كل يوم، بتعززي وشك، بشرتك، خلايا بشرتك كلها بالكولاجين وبالذهب وبالكافيار وبالسيراميد وبال 56 مكون. فطبعا ركزي على المشكله بس توزعي. يمكن كمان كتير. طب يا دكتوره دي احنا هنحط كام ضغطه؟ احنا متلخبطين. فانا بنصح من 3-4 ضغطات على كف الايد ويتوزع على الوش والرقبه، كافي جدا. مش هنحط 15 ضغطه او مش هندلق كده من الازازه، لان هم بيحبوا هو شكل الدهن. هو اصلا ما يفتحش كده خالص، يعني هو ضغط. هو ليه ايطاليا عملته بامبنج او اوتومايزر؟ عشان هو فيري ويل سترلايزد، معقم جدا. طبعا لو فتحناه ممكن اي هواء يخش، اي بكتيريا تخش، فطبعا بنصح ان احنا ما نفتحوش. ولو فتحناه نقفله على طول، ما نسيبوش للهواء، ما نسيبوش للمايكرو اورجانيزم، وما ندخلش ايدينا جوه. الناس تحب تاخد لحد اخر نفس في الازازه، فبتضطر تفتحه بقى تجيب من جوه. ماسي منتج قيم جدا، ماسي منتج غالي بمكوناته، فاحنا ليه نهدره؟ اولا البشره بتمتص منه 5% من المية، يعني مهما حطيتي طبقات البشره مش هتمتص غير 5% في المية. فانت بتحطي 3-4 ضغطات على كف ايدك، بتوزعي على وشك، تحت عينيكي ضروري، حتى لو ما عندكيش هالات سوداء. مهم انك انت تعززي تحت العين بالكولاجين. فوق العين لا، لا انا ما بنصحش فوق العين، لان ممكن العملاء يخش جوه عينيهم او يجي يعني على الرموش او كده. ممكن من بعيد، انا ما عنديش مشكله من بعيد لان تحت الحاجه، بس عشان ما يجيش على الرموش على العين، انا بخاف على العملاء جدا. فالمهم تحت وطبطبه رايح جاي، ومهم قوي ان احنا نشد البشره على ورا والرقبه. هو بيستخدم للرقبه، ما بتحطش على البق، لان كتير بيقول لي هل هو في فيلر هينفخ البق؟ هو مش بيتحط على البق، بيدي الفوليوم اللطيف. وبنصح باستخدام ماسي دورو جولد لاي حد داخل يعمل دايت جامد جدا، او داخل في عمليه سليف مثلا، او سليف او تكميم او كده، لان فعلا بيخس مره واحده، فالله جسمك بقى حلو قوي بس وشك تعبان. فمهم قوي ان احنا نظبط جسمنا ونظبط وشنا. فاي سيده داخله عمليه سليف او تكميم او جراحات سمنه تستخدم ماسي دورو جولد كوقايه. مهم قوي اقول للسيده الحامل لو هي قلقانه من كلف الحمل، ماسي دورو جولد سيف جدا، من بعد الشهر الثالث نستخدمه، حتى لو انت ما عندكيش كلف.
اوريدي البيبي بياخد من اكلك وبياخد من الفيتامينز. طبعا انت بتبقي ماشيه مع دكتور بيديك الفيتامينز، لكن بتبقي غصب عنك وشك برده بيل. فاحنا نستخدم الست الحامل تستخدم ميسي دروجولد من بعد الشهر الثالث عشان ما تبصش في المرايه تقول انا شكلي تعبانه، عشان معنوياتها ما تنزلش، تفضل بالظبط. وطريقه الاستخدام قلتي لي وش والرقبه عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه، تحت العين ما نقعدش ندعك. أوكي. تحت العين بصبعنا طبطبه رايح جاي حوالين العين. الوش بتعملي كده، ما ننساش الحته بتاعت فوق البق والدقن. في حاجه مهمه قوي كمان ماسي دوجول بيقدر يعالجها، في بنات كتير بتعاني من الدبل تشين. فهو اوريدي بيشد، الدبل تشين بيبقى طرحه البسيط قوي بيشد. فما تنساش الدبل تشين والرقبه، الرقبه بتبين السن جدا، فبرضه ما ننساهاش، ما نبقاش مركزين على الوش ونسيب رقبتنا. وبرضه ما تقوليش انا محجبه مش مهم، طب ما انت بتقعدي في البيت من غير الحجاب. طبعا يعني طبعا مهم قوي ان احنا نركز في رقبتنا، يبقى شكل رقبتك كمان شباب. ماسي دروجولد بيحتوي على الكولاجين، بيدي شباب دائم. ماسي دروجولد الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن، وهو سكين كوريكتر، مصحح لجميع عيوب البشره واي علامات التقدم في السن. فعشان كده بقول مع اي ست ما تخافيش من تقدم في السن، مع ماسي دروجولد هتفضلي زي القمر وفي شباب ان شاء الله على طول. يعني نروح للتقرير، يلا بينا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يمكن في ناس كتير بتقول طب انا ايه الضمان، ايه اللي يضمنني ان انا لما اجيب ماسي وهو منتج غالي وفخم انه يعمل معايا نتيجه؟ هل انتوا عندكم ضمانات مثلا معينه؟ التراخيص بتهيألي دي لوحدها ضمان، اعلى ضمان. بالظبط، لسه كنت هقول لك يا يمنى، فعلا الضمان بتاعنا هو التراخيص بتاعتنا. ممكن اقول لك مثلا تقتنعي شويه براي ناس، او تقولي مثلا لا ممكن يكونوا هما بيقولوا اراء مثلا اي كلام، ممكن مثلا حد يقول طبيعه البشره. فانا دايما بقول ان اعلى ضمان لينا هو التراخيص وزاره الصحه المصريه، ما بالك ان ماسي دورو جولد حاصل على 3 تصاريح من 3 جهات مختلفه. حاصل اولا على تصريح وزاره الصحه المصريه اللي هي ذا ايجيبشن مانس
Ministry of Health، واكيد التصاريح موجوده دلوقتي على الشاشه. حاصل كمان على تصريح دول الاتحاد الاوروبي، واخيرا حاصل على تصريح حكومه دبي. فاعلى افكت او اعلى تاثير للناس ان هم يعرفوا ان اعلى ضمان ليهم هو التصاريح بتاعتنا من الثلاث جهات مختلفه، كلهم اقروا ان ماسي دور جولد من اقوى مستحضرات التجميل في علاج عيوب البشره اللي هم السكس اكشنز اللي اتكلمنا عليهم، وكمان في علاج التجاعيد. الفروع يا دكتوره دينا تمام موجودين ليكوا فروع في كذا مكان؟ مظبوط صح. طبعا هو ماسي دورو جولد هو منتج ايطالي صنع من A to Z، يعني كل حاجه معموله بماسي في ايطاليا، كل المصنع موجود عندنا في ايطاليا، كل الانجريدينتس، كل حاجه، الاجهزه اللي معموله بيه، الاساليب اللي هي بتاعت الاستريليتي التعقيم، كلها معموله يا يمنى في ايطاليا. فده هو ايطالي الصنع من A to Z. فاحنا عندنا مقر الشركه الرئيسي في ايطاليا اللي هي ماسي فارم ايطالي، وطبعا عندنا مقر هنا في القاهرة اللي هو ماسي فارم ايجيبت، موجود طبعا في محافظة القاهرة، وعندنا كمان فرعين في دبي اللي هو ماسي فارم جولف المستحضرات التجميل في دبي الامارات، وفي ماسي فارم جولف اللي هو مقرها جبل عالي برضو في دبي الامارات. احنا منتشرين، واي حد يقدر ان هو عايز يحصل على ماسي دورو جولد بيبقى من خلال الارقام اللي موجودة معانا على الشاشة. عندنا أرقام خاصة بمحافظة القاهرة أو بمصر عموما والمحافظات، عندنا أرقام خاصة بدبي، عندنا أرقام خاصة بجميع أنحاء العالم. أي حد هيطلب من خلال الأرقام دي هو بس بيسيب العنوان بالتفصيل وبنوصل يا يمنى لأي حد. بس المصدر الوحيد للحصول على ماسي بالظبط الأرقام دي، الأرقام مش أي مكان تاني. وعندنا كمان صفحات على الفيسبوك برضو للناس، ممكن ما تبقاش مش ناس كتير بتتابع التي في او كده، فممكن من خلال الفيسبوك كل الصفحات بتاعه ماسي دورو جولد يقدروا ان هم يحصلوا عليه من خلالها. فاي حد حابب ان هو يحصل عليه بيبقى من خلال الارقام. بنوصل، في ناس كتير بتقول لي طب احنا في منطقه كذا، توصلوا فين يعني؟ قدرتوا بقى توصلوا لحد فين يعني؟ ماسي وصل بيكم لحد فين؟ وصلنا لابعد الحدود صدقيني. يعني احنا اوكي احنا قاعدين في مصر، بس احنا ممكن بعض المحافظات، يعني قريه جوه قريه، يعني مش شرط ان احنا قريه جوه مركز جوه مش عارفه ايه بالظبط. فاحنا بنتفاجئ انه الناس يعني ما شاء الله شريحه معينه هي اللي بقت خالص الموضوع ده مش بتاعنا. لا انتوا متهمين، معلش انتوا متهمين ان انتوا بتوع الناس الهاي. ايوه صح صح كده من الاخر. معاكي معاكي، لان برضو بشوف ده صفحات الفيسبوك كتير، انتوا عاملين منتج للمشاهير، انتوا عاملين منتج للنجوم، صح، انتوا عاملين منتج لطبقه معينه. بس على فكره ده مش حاجه وحشه، انا شايفه بالعكس احنا دايما بنتشبه دايما بالمشاهير، بنبقى عايزين نبقى شبههم في اللبس، في البراندات، في الحاجات، بدليل حتى يعني ما هي تيجي تقول لك انت عاملين منتج لكده، وبعدين تيجي تقول لك انت انا عايزه ابقى شبه معرفش مين. بس فعلا على ارض الواقع ماسي دورو جولد محقق مبيعات في كل الكلاس، مش مقتصر على الهاي كلاس او مقتصر على الست اللي بتشتغل بس، موجود في كله. يعني اعتقد احنا وصلنا للصعيد، فاكره لما رحنا الصعيد مش قادره اقول لك الناس عارفه الاقصر واسوان، الناس كلها عارفة كل الشارع واحنا ماشيين في الشارع يعني والله العظيم المنيا كل خط الصعيد. عايز اقول لك كنت في اسكندريه من يومين، ماسي دورو جولد معروف في اسكندريه جدا، في شوارع اسكندريه، على الكورنيش، في سموحه، في كفر عبده، كل حته في اسكندريه، وفي الساحل كمان يا دينا لما كنا في الساحل. ايوه كل الناس على البيتش. لا ما الساحل ده اساسي الناس كلها على بس قولي الساحل يا حنان، ان الموضوع يعني برضو الساحل بيبقى طبقه معينه. بقول لك بقى على في حتت يعني عندك المنصوره، قرى منصوره، عندك الشرقية، المنوفيه، الشرقيه، طنطا، كل حتة، وحتى في القاهرة مش مثلا بس في الجيزة ولا في التجمع الخامس ولا في مصر الجديدة، لا موجود في كل حتة. يعني في منشية ناصر، رحتوا امبابة، رحتوا بولاء، رحتوا أرض اللواء، رحتوا الحتت دي كلها، كل حتة. وعايز أقول لك مش قادرة أقول لك، يعني كل الستات يعني بقى عندهم وعي إزاي تبقى هي حلوة، وإزاي عايزة، مفيش مشكلة زي ما حنان قالت، الممثلة دي حلوة، المغنية دي حلوة، عايزين نبقى حلوين. بقوا عندهم وعي ان فعلا مهم قوي ان احنا نهتم ببشرتنا وما نسيبش الزمن يتحكم فينا. صح.
يعني مزبوط. اهم حاجه ان انا ما اسيبش الزمن يتحكم في شكلي. انا اللي حارب الزمن، انا اللي احط كريمات من عندي، كريم ماسي دروجولد من وانا عندي 20 سنه ملم بكل الكريمات اللي موجوده عشان احارب علامات التقدم في السن. وكل ما يجي عيد ميلادي ما اخافش، يجي 30 ما اخافش، يجي 38، يجي 40، يجي 45، انا مبسوطه بشكلي وعندي رضا. الهديه بتاعت ماسي دروجولد الايه؟ الهديه. استنى الهديه بتاعت العيد ميلاد ماسي دروجولد كل سنه، كل سنه المفروض الهديه بتاعت كل سنه فعلا. هو فعلا هدايا في كل حته، ومش بس في العيد ميلاد، فالنتاين، عيد جواز، الاعياد، العيد اضحى، عيد فطر، وعيد الام، يعني عيد الام طبعا. هو محقق فعلا. احنا بنتلكك على الهدايا على فكره يعني. لا انا عندي من غير اعياد وعميله بقول لك انا، لا يعني مثلا في عميله، في مثلا سيده لا بتهتم بالبراندات، شنطه سينيه بتبقى طبعا سعرها خرافي، في سيده ثانيه تهتم مثلا بالجوليريز، في سيدات كتير كلنا مشتركين ان احنا بنهتم ببشرتنا، بعلاج البشره كمان، يعني الاهم من البشره علاج البشره عشان تبقى بيرفكت. فانا لما بعالج اكون مهتمه بعلاج بشرتي، بشرتي هتبقى بيرفكت بنسبه 100%، فمش هحتاج احط ميك اب، فمش هحتاج ان انا البس حتى يعني براندات او كده، انا كلي على بعضي. لو بشرتي حلوه فعلا هيبقى شكلي حلو. شوفوا هو يعني احنا، انت ممكن انت قلتي حاجه يا دكتوره دينا، احنا اهتماماتنا كلنا مش واحده ومختلفين تماما. صح. يعني انا مثلا بحب اسافر في مكان معين، غيري ما بيحبش يسافر، انا بحب البس بطريقه معينه، غيري مختلف عني، بحب اكل معين، غيري مختلف. صح. عني كسيدات يعني، لكن هتلاقينا كلنا مشتركين في حاجه واحده، الوش ده عاوزينه يبقى حلو، عايزين يبقى احلى. مهما لبسنا بقى، لبسنا جينز، لبسنا عبايه، لبسنا طرحه، لبسنا كعب، لبسنا كعب، لبسنا ارضي، كلنا عايزه يبقى شكل الاخر حلو. عايزين الوش ده منور وحلو ويبقى فيه كاريزما. مهم قوي ان انا انزل عارفه ان انا حلوه وراضيه على شكلي، مش مهم انا يعني انا اهتماماتي قوي شكلي. اولا انا عشان بظهر في الكاميرا كتير وشغلي كله في الميديا، فاهتمامي الاول شكلي اكتر طبعا. من الجوليريز او شنطه براند. ففعلا ممكن تلاقي واحده لابسه من زي ما حنان قالت من اي تو زد براندات ووشها مطفي، وواحده تانية لابسه جينز وشبشب وتي شيرت وشها قمر، فتلاقيك على طول عامله لها كده. صح. طب هل هو في اوقات معينه بقى لاستخدامه؟ يعني في ناس كتير بتقول طب في تحضيرات معينه، في طريقه معينه استخدم بيها ماسي، احطه واغسله، احطه واسيبه، النهار اخباره ايه، بالليل اخباره ايه؟ هو طريقه استخدام ماسي، هو ماسي احنا دايما بنقول ان هو علبه واحده بس يا يمنى، مش بتبقى مجموعه. يعني بنستخدمه من 4 لـ5 ضغطات على كف الايد، ونبتدي ندهنه على البشره من تحت لفوق. بالنسبه للدقن والجبهه بيبقى من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. بالنسبه للوجنتين او الخدود يعني الشيكس، بتبقى من عند المناخير لحد بره لحد الاذن طبعا. أنا بقول تحت المواعيد، المواعيد بيبقى مره الصبح معينه، لا هو مره الصبح ومره بالليل. في ناس كتيره، في شريحه كتيره بتستخدمها مره بالليل فقط، ده عشان يقعد معاهم فتره اطول. بس اهم حاجه انه لازم يبقى الوش نظيف، يعني مغسول بفيشل ووش او غسول للوجه، وبعدين بستخدم الكريم. يا يعني بستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح مره بالليل، يا اما مره بالليل فقط عشان يقعد فتره اطول. وما يتغسلش، ما يتغسلش طبعا، تفضلي بيه. لا لا ما يتغسلش بالظبط، عشان نضمن استفاده كبيره من الكريم بنسبه 100%. طيب النتائج يا دكتوره دينا، في ناس كتير تقول لك طب انا بعد ما اعمل كده والمشاكل تتعالج، هترجع لي المشاكل تاني بقى لو بطلت؟ لا ان شاء الله ما فيش اي رجوع للمشاكل. الفكره ان انا استخدام ماسي دورو جولد لمده 6 شهور يا يمنى، لمده 6 شهور انا بعزز بشرتي بالفيلر اللي هي الهايلورونيك اسيد، بعززه بالكولاجين، بالجولد بارتكلز، بالكافيار، بالسيرامايدز، يعني كل عنصر عندي بيساعد على ان هو يخلصني من مشكله معينه لمده 6 شهور. بعد الـ6 شهور الفكره ان انا بس يبقى عندي عادات يوميه صحيه. مظبوط. ان انا اشرب ميه كتير، ان انا اكل هيلثي فود، ان انا العب رياضه يا جماعه، يعني ممكن بس يعني في البيت، مش لازم ان انا اروح جيم او حاجه. هي دي الفكره، ان انا احافظ على عاداتي اليوميه في الاكل والنوم كمان. النوم برضو مهم جدا جدا بقدر الامكان. انا عارفه ان هو بيبقى صعب، بس برضو ده يعني لو سمعنا كتير من دكاتره التغذيه بيقول لك النوم ده ليه عامل كبير قوي في ان انت بشرتك تبقى شكلها هيلثي. فماسي دورو جولد طبعا استخدامه ده بيعمل اد اون، يعني بيخلي الموضوع يبقى احسن. فبعد 6 شهور انا بس كل اللي بنطلبه ان هو يبقى عادات يوميه سليمه. وبس بخصوص الناس اللي بتحقن فيلر او بوتوكس، الناس اللي عندها تجاعيد عميقه شويه، بنستخدمه يا جماعه مرتين يعني لمده سنه. طيب نروح لتقرير يا جماعه ونرجع نكمل كلامنا.
ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا، دايما بنقول ان ماسي بيناسب جميع الوان وانواع البشره. خلينا نتكلم في حته الوان، لان انت عارفه احنا هنا وحتى في العالم العربي كلنا يعني مثلا بره كلهم بشرتهم فاتحه، لكن هنا بتلاقينا عندنا الشقره وعندنا السمره وعندنا القمحيه. ازاي بقى قدرتوا تسيطروا على الموضوع ده؟ ماسي دورو جولد مناسب لكل الوان البشره. هي الوان البشره، هي طبقه الجلد، هي حاجه واحده، الثري لايرز هي حاجه واحده في كل الوان البشره. فماسي دورو جولد بيشتغل على كل الوان البشره، ما بيميزش بشره وبشره. وزي ما قلت يا يمنى، احنا بشرتنا قمحويه في مصر والعالم العربي. وكمان مهم قوي، غير كل الوان البشره كمان انواع البشره. تلاقي كريمات للبشرة الدهنية، تلاقي كريمات للبشرة السنسيتيف، تلاقي كريمات للبشرة الجافة. ازاي ماسي دورو جولد قدر يلم كل الوان البشرة بلس كل انواع البشرة بمكوناته؟ ماسي دورو جولد بيعمل ترطيب عالي جدا لاحتوائه على الكولاجين والهيلورونيك اسيد والكافيار، كل الحاجات دي مرطب عالي جدا. كمان ازاي ماسي دورو جولد يقدر يلائم البشره الدهنيه؟ انت عارف ان البشره الدهنيه بتقلق شويه من كريمات، بالذات لو اويلي بيز. ماسي دورو جولد اكوا بيز مش اويلي بيز، فما بيسيبش اي دهون او اي جريز ريزيديوال سكن حتى على البشره الدهنيه خالص. حتى كمان ان ماسي دورو جولد متصنع بطريقه النانو فسريع الامتصاص. يعني مع ماسي دورو جولد اول ما بتحطيه على بشرتك بعد دقيقتين ثلاثه انت مش حاسه انك حاطه كريم، انت بس بشرتك بتسخن. السخونيه دي كتير بيسالوا لي بتمتد قد ايه؟ من دقيقه لثلاث دقائق ماكسيمم، ثلاث اربع دقائق. فماسي دورو جولد ناسب جميع الوان البشره وجميع انواع البشره، مفيش اي مشكله فيه خالص، مع بالذات البشره الدهنيه، لان زي ما قلت لك بتعاني جدا من اي كريم بتخاف. بيبقى في كريمات تعمل لها حبوب او في كريمات بتضايقها بتزيت وشها، ماسي دورو جولد ما بيزيتش اطلاقا. ومش بس البشره الدهنيه اللي بتضايق، اي بشره. انا بشرتي مثلا مختلطه، ما احبش احس ان بشرتي بتلمع او فيها زيوت. الوكاله في شروط معينه لاي وكيل بيتبعت لي رسائل كتير؟ ماسي دورو جولد كل بلاد العالم بتطلب وكالته، يعني الحمد لله عملنا شهره وطفره كبيره جدا في العالم. وممكن بلد معينه مش شركه واحده، بيبقى كذا شركه. مهم قوي ان شركه ماسي فارم تنقي الوكيل بتاعها من حيث
سمعتها الطيبة من حيث هي معروفة قد إيه في عالم التجميل. كمان شركة ماسي فارم بتقدم حاجة حلوة قوي، بتقدر تدعم الوكيل ده بالميديا وبالتريننج الكامل عن ماسي دورو جولد. عايزك تقولي بعض ردود الأفعال للناس اللي استخدموا ماسي، يعني بيقولوا لكم ايه، يعني ردود الافعال بتكون ايه، وهل اللي بياخده مثلا بيتصل تاني مثلا يقول لكم الموضوع لطيف، او مثلا يعني ايه ردود الافعال بتكون ازاي؟ هي ردود الافعال فعلا يا يمنى ايجابيه جدا، ومن اهم عوامل نجاح ماسي دورو جولد هو ردود افعال الناس. احنا نفسنا ما بنحسش بنجاح ماسي دورو جولد غير لما بنشوف ردود افعال الناس، سواء كان من التليفون او من خلال الكول سنتر او من خلال صفحات السوشيال ميديا. مش عايزه اقول لك يا يمنى ردود الافعال ايجابيه جدا جدا. ماسي دورو جولد قدر يحقق طفره كبيره جدا في مجال التجميل، سواء كان في علاج التجاعيد، ردود افعال ايجابيه جدا في التجاعيد، في علاج الخطوط التعبيريه. اكتر حاجه ايه اكتر حاجه بيقولوا لك التجاعيد بيجيب نتيجه هايله جدا، دي اكتر حاجه. وكمان التفتيح اي منطقه غامقه، التفتيح دي مشكله على فكره. بالظبط، وخصوصا كمان انت خلي بالك ان في بعض الناس بيبقى عندهم وشهم كله غامق من فعل اشعه الشمس، وفي مناطق غامقه في الوش. فماسي دورو جولد الحلو اللي فيه اللي هو بيفتح لون البشره ككل، لو هي مغمقه مثلا زي ما دكتوره دينا بتقول دايما الحجاب، فرق الحجاب بيبقى فيه غمقان في الوش كله من اشعه الشمس، وخصوصا الناس اللي ما بتستخدمش صن بلوك. وفي ناس بيبقى عندهم غمقان في مناطق معينه اللي هي الهالات السوداء، الغمقان اللي بيبقى حوالين الفم، الغمقان في منطقه الجبهه، الكلف اللي بيبقى في منطقه الرقبه. فماسي دورو جولد قدر يعالج الغمقان وكمان التجاعيد، ودي ردود افعال ايجابيه جدا جدا لكل الناس اللي استخدموه. طبعا ده غير ان في ماسي دورو جولد بيعمل ردود افعال ايجابيه جدا مع علاج الكلف، النمش، الهالات السوداء، جايب نتيجه هايله جدا. ناس كتيره جدا جدا بيقولوا انه جاب معاهم نتيجه هايله جدا في الهالات السوداء. كمان في تقريبا 80% من العملاء بتوعنا استخدموا ماسي دورو جولد وبيقرروا، اللي بيستخدموا بيقرروا عشان هم عاوزين يقرروا، عشان هم حابين ماسي دورو جولد وحابين ان هم يقرروه، لان هو لو ما كانش جايب معاهم نتيجه او ما كانش جايب معاهم تاثير مش هيجيبوه تاني. مظبوط. انا لما تعجبني حاجه معينه بحب احتفظ، بحبها تكون عندي على طول. احنا ما بنصدق يعجبنا حاجه معينة تيجي على بشرتنا، يعني الواحد بيجرب منتجات كتيره وحاجات كتيره، بس حاجات معينه هي اللي بتنفع مع بشرتك. فماسي دورو جولد فعلا عملاء كتيره جدا بيكرروه من حبهم فيه ومن التاثير الهايل بتاع ماسي دورو جولد. الحاجه الوحيده يا دكتوره دينا اللي الناس بتلوم عليكم فيها شويه ان هو غالي حبتين، فدي دي اعتقد يعني، لان انا كمان بقيت يعني بحتك بالناس وبعرف تقول لك هو حلو وجميل وتحفه بس غالي شويه. بس صدقيني هو فعلا الغلا، او لو بنتكلم على ان هو غالي او كده، فعلا ده نتيجه ان ماسي دورو جولد فعلا فيه 56 عنصر. احنا اتكلمنا على حاجات كتيره قوي يا يمنى يونيك في ماسي دورو جولد، الجولد بارتكلز ان هي عيار 23. احنا على طول بناكد يا جماعه احنا جزيئات ذهب، انا مش بقول لك ميه ذهب او بقول لك ماسك ذهب، انا دهب. بعتمد على جزيئات ذهب موجوده في ماسي دورو جولد. الكافيار معروف جدا ان هو يعتبر يعني من اغلى الانجريدينتس اللي موجوده في العالم، ده برده متوفر في ماسي دورو جولد. ماده الفيلر اللي احنا اصلا بنروح حقنه الفيلر لوحدها بتبقى بألف بمبلغ وقدره، فبرضو انا ده برضو موفراه في ماسي دورو جولد، ان هو في ماده الهايلورونيك اسيد، كمان مثلا السيرامايدز. السيرامايدز برضو ماده مهمه جدا في ترطيب. فماسي دورو جولد هو غني 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 فعلا بالانجريدينتس اليونيك الفعاله السمينه زي ما بنقول، اللي بتقدر تشتغل على كل مشاكل البشره. ان هو قدر مثلا معمول بتقنيه عاليه جدا، ما هو برضو الحاجات دي بتاخد مثلا من يعني من شكله، او ان احنا ازاي عايزين نوفره ان هو يبقى يعني موجود هو منتج بشكل جميع امن. مظبوط، جميع امكانياته بالظبط غاليه بالظبط، اتعمل بدقه شديده بتقنيه حديثه جدا، وفي ايطاليا كمان منتج مستورد من ايطاليا، فطبعا يعني هو يعني حتى العلبه شكلها حلو جدا شيك جدا. فماسي من الحاجات اللي خلاص بقت دلوقتي براند عالمي، براند طبعا الناس كلها عارفه الاسم، وحتى اللي ما بيعرفش يقول ماسي دورو جولد بقى يقول كريم الذهب. مظبوط. فالحمد لله قدرتوا توصلوا، والاستمراريه دايما انا بقول انها دليل النجاح. طبعا الاستمراريه دليل النجاح. انا بشكركم على وجودكم معايا النهارده، العزيزه دكتوره دينا ابو السعود ودكتورة حنان الحسيني ودكتورة دينا نجيب. حلقتنا خلصت، اللي ملحقش يتابعنا في الهوا
احنا بنقابلكم يوميا 3 عصرا والقعده بتكون 8 صباحا، والحلقات كلها هتلاقوها ان شاء الله على اليوتيوب. اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يتواصل معايا ويبعتهولي من خلال صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه. وما تزعلوش لو اتاخرت في الرد شويه، لانه بيبقى في كتير ناس كتير جدا بعت اسئله، فانا بحب اشوف الحاجه بنفسي، يعني ما بخليش حد يشوفها، بحب اشوفها بنفسي. ف لو اتأخرت شوية ما تزعلوش مني، إن شاء الله هرد عليكم قريب. أشوفكم بكرة إن شاء الله وأنتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.